صبحكم الله بالخير مشاهدينا الكرام، مشاهدين قناة العربي وما كنتم، نحييكم أجمل تحية في حلقة جديدة من برنامجكم صباح العربي. هذا البرنامج الذي يقدم كل ما هو جديد بالفن والأدب والثقافة والتراث، ولكن يعني اليوم احنا نبتدي بداية جميلة مع زميلتي الزينة. أقول صباحك الله بالخير. صبحك الله بالخير أحمد، صبحكم الله بالخير جميع مشاهدينا من خلف الشاشة واللي تتابعون برنامجنا، برنامج صباح العربي. هذا البرنامج اللي مثل ما قال أحمد برنامج ثقافي يشبه المجلة الثقافية المنوعة. أعزائي المشاهدين، تنطلق اليوم الاثنين في 7 مساء فعاليات احتفالية اختيار الكويت عاصمة للثقافة الإسلامية لعام 2016، وحفل افتتاح مهرجان لجرين الثقافي 22 برعاية وحضور سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء. بالفعل يا زينة، وسيتم استثمار هذه الاحتفالية للتأكيد على صورة الإسلام كدين للسلام والتسامح، لا سيما وسط الظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة، بالإضافة إلى إبراز دور الكويت كمركز إنساني، خصوصا مع تسمية سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه قائدا للعمل الإنساني. أكيد، وستعكس أيضا دور الثقافة في تقريب المسافات بين الشعوب وتسليط الضوء على جهود الكويت في مجالات العمل الثقافي من ناحية الأنشطة والبنى التحتية واحتضانها للفعاليات الثقافية البارزة. طبعا سيكون جدول أنشطة احتفالية الكويت كعاصمة للثقافة الإسلامية على مدى عام كامل، والتي يشارك بها العديد من الجهات الحكومية والخاصة وجمعيات النفع العام مثل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وجامعة الكويت ورابطة الأدباء وغيرها من الجهات. أكيد، وأنشطة مهرجان الجرين الثقافي في دورته 22 ستشمل عددا من الورش المتنوعة بين الفنون الأدبية والفنية والمسرحية كذلك، بالإضافة إلى حفلات موسيقية ومعارض تشكيلية وعروض سينمائية ومسرحية وندوات ثقافية والمنارات الثقافية التي تميز بها أو يتميز بها المهرجان منذ بداية انطلاقته. يذكر أن اختيار الكويت كعاصمة للثقافة الإسلامية لعام 2016 جاء خلال المؤتمر 7 لوزراء الثقافة في المنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم، بالنظر إلى دور الكويت وعطاءاتها بالمجال الثقافي على مدار تاريخها. إذن خلونا نبدأ أول فقرة من فقرات برنامجنا، وراح ناخذكم في تقرير إلى مدينة أصيلة المغربية في الشمال المغربي. سوف نذهب إلى هذا الكافيه القديم وكيف تمارس فيه أنواع الفنون الأندلسية القديمة، لنجد التواجد الشبابي ليتشربوا هذه الفنون قبل اندثارها مع رحيل من يحفظها. ومن هذه الفنون التي تمارس بنهاية الأسبوع في مدينة أصيلة والتي تقع بالقرب من مدينة طنجة في المملكة المغربية، ويحمل الكافيه اسم الزريرق. متابعة طيبة أتمناها لكم. قناة الكويت، أنا محمد الفاسي، سأخذكم الآن إلى أجمل مدن شمال المغرب، مدينة أصيلة. تعالوا الآن لكي أشرح لكم بعض مآثرها وعمرانها وسياحها وسكانها. الكل منا حينما يسمع كلمة مقهى أو كما ينطقها المغاربة قهوة، يتبادر إلى ذهنهم كراسي ومائدة ونادل يلبي حاجيات الجالسين مع بعض الإضاءة الجميلة لجلب الزبناء. هنا تكون أمام قهوة اعتيادية من الممكن أن نراها في شارع رومانسي بباريس أو بمتحف إيطالي، هذا أمر عادي. لكن ما ليس عادي هو ما تحمله هذه المدينة الأصيلة لناسها ولفنها ولثقافتها. فكما ذكرنا سابقا، لا يمكن لنا أن نتحدث على أصيلة دون ذكر رونقها الفني والموسيقي. هذه القهوة التي نحن بصددها اليوم هي قهوة شهدت الكثير والكثير، جاورت كبار الفنانين والأدباء على مر العصور.
كانت الحصن الدافئ للعديد من الأفلام واللقاءات، فليس بغريب أن تخلو بنفسك في قهوة أقل ما يقال عليها ملهمة لأي أديب أو فنان. زرقت جدرانها ومعاناتها الظاهرة بسبب الشقوق في الحائط تشهد لها بتاريخها وفخرها بمواكبة حقب من الشعر والغناء. هذه القهوة التي سماها أهل المدينة بالزريرق نسبة للأب الأكبر لصاحبها الحالي، وبسبب زرقة عينيه لم تمل ولم تشبع إلى حد الساعة من ممارسة هوايتها المفضلة من استقطاب جوع الفن، حيث لا زالت تقيم كل أسبوع أمسية غنائية أندلسية يحضرها مجمل الفنانين المغاربة ومن كل بقاع المملكة المغربية، ونساها الوحيدان الشاي المغربي حلو المذاق وأنغام موسيقى الطرب الأندلسي. وما يزيد البهجة بهجتان هي وجوه العازفين المنتشين بأنغام آلاتهم الموسيقية وبأغانيهم التي أطربت حتى طاقمنا الفني والذي رفض المغادرة قبل أن تنتهي الأمسية. هذه باختصار مقهى الزريرق، وهذه أبسط الكلمات التي من الممكن أن نصفها بها في انتظار رحلة جديدة تجمعنا بها وبفنها وبأصالتها. شاهدنا معكم هذا التقرير وتبقى مدينة أصيل. عدنا إليكم من جديد مشاهدين الكرام، مشاهدين برنامج صباح العربي. ضيفنا اليوم يعتبر من كبار المتميزين في مجال أدب الأطفال وأدب الشباب، له باع طويل في تأليف الكتب الأدبية المتخصصة في الأطفال والشباب، وله مؤلفات وإصدارات عديدة وقصص كثيرة سوف نتحدث عنها مع ضيفنا الكريم، بالإضافة إلى موضوع اختيار الكويت كعاصمة للثقافة الإسلامية لعام 2016. نرحب باسمكم مشاهدينا الكرام بالدكتور طارق البكري، كاتب قصصي للأطفال ومدير تحرير مجلة كونة للأطفال. صباحك الله بالخير دكتور، احنا سعداء بهذا اللقاء معك. صباح النور، ونحن أسعد بهذا اللقاء. الله يطول بعمرك. بداية دكتور طارق، احنا نتحدث عن اختيار الكويت كعاصمة للثقافة الإسلامية لعام 2016، وتتزامن المهرجانات والفعاليات والأنشطة الأدبية الثقافية بدولة الكويت مع عاصمة كاعتبار عاصمة الكويت عاصمة للثقافة الإسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم، يعني بداية أشكركم على هذا اللقاء يعني والاهتمام يعني بالتركيز على هذا الموضوع، خاصة أن اليوم هو البداية الحقيقية للانطلاقة الثقافية الشاملة المتوقعة لهذا العام باعتبار الكويت عاصمة للثقافة الإسلامية. ممتاز. نحن طبعا يعني يعني عاملين في مجال الثقافة في الكويت يعني لم نفاجئ حقيقة بهذا القرار، يعني لأن الكويت يعني مستحقة لهذا الاسم. ليس الآن يعني طبعا في أنشطة كثير في الكويت امتدت على مدى تاريخ الكويت، يعني عندما نرى المشهد الثقافي الكويتي مش محصور في حتى داخل الكويت نفسها، نحن نجد يعني نشاط خارج الكويت يمتد من الكويت إلى خارجها ومن خارج الكويت إلى داخلها، يعني في نوع من الحركة الدائمة المتألقة غير المتوقفة. لكن طبعا وجود هذا المهرجان الثقافي الكبير يعني يحث أكثر على عطاء أكثر وتنوع أكثر ووجود حركة ثقافية مستمرة في البلاد. نعم. وكيفية الحفاظ على الهوية الإسلامية مسؤولية كبيرة وتحتاج إلى عمل وجهد، والتأكيد يمكن من خلال كتاباتك ومن خلال إصدارات الدكتور طارق احنا نرى هناك قصص جميلة عن علماء الإسلام وعن الهوية الإسلامية بشكل عام. طبعا يعني الكويت متميزة في هذا الأمر، يعني الحضور الثقافي الإسلامي على مستوى الوطن العربي قديم وليس يعني بالأمر المستجد، يعني نحن نجد مجلات كثيرة في الكويت تمتد يعني على امتداد الوطن الإسلامي.
نجد مثلا الوعي الإسلامي ومعها ملحق براعم الإيمان، نجد أيضا مجلة العربي الصغير التي تترافق دائما مع العربي، مجلة العربي التي تنتشر على امتداد الوطن العربي كله. يعني في حضور ثقافي مؤثر وبناء وقادر على يعني تشكيل الهوية الثقافية العربية الإسلامية المعتدلة التي يعني تواجه طبعا في هذه الأيام معتركا قاسما. يعني استطاعت الكويت رغم كل الصعاب الموجودة أن تثبت هويتها الثقافية الإسلامية في بحر من المشكلات التي يعاني منها العالم اليوم. نعم، يمكن دكتور هذا يسوقنا إلى سؤال كيفية الحفاظ على يعني الهوية الإسلامية، وخاصة يعني في دولة الكويت وكون الكويت عاصمة للثقافة الإسلامية، وهذا يعطينا حافز كبير على أساس نغير الصورة التي رسم على أن العالم العربي هو منبع الإرهاب. طبعا يعني هذا التشويه للحقائق، يعني أنه نحن دائما نتهم بالإرهاب أو نتهم يعني وجود بعض يعني الأعمال أو بعض الأنشطة غير الإسلامية حقيقة والتي تنسب إلى الإسلام، يعني لا يعني أن الإسلام يعني هو مصدر الإرهاب، ولا يعني أن الإسلام هو مسؤول عن هذه الحركات الهمجية في العالم الإسلامي والتي تحدث بعض القلاقل الداخلية أو الخارجية والتي تشوه بالتالي منظر المسلمين في العالم. نحن كمثقفين طبعا دورنا في هذا الإطار يأتي من حيث إصدار الوجه الصحيح والسليم للإسلام من خلال الكتابات، من خلال طبعا ما نستطيع من وسائل الإعلام. يعني الدور أنت كإعلامي له دور، الصحفي له دور، الكاتب له دور، الأساتذة الجامعي له دور، يعني كلنا مع بعض مشكل يعني حلقات متتالية نستطيع من خلالها أن نخرج من هذه الصورة التي يحاولون أن يصوروا الإسلام بها. ونحن على سبيل المثال نحاول بمؤسسة الكويت للتقدم العلمي إصدار كل تقريبا كل فصل إصدار ملحق مع مجلة التقدم العلمي يتعلق في وجه من الوجوه الإسلامية الحضارية التي تدل على قيمة الإسلام في البشرية وتأثيرها على العالم قديما وحاضرا وإن شاء الله مستقبلا، بغض النظر عما نراه من فساد حولنا، لأن هذه الصورة هي الحقيقية والأخرى هي صورة يعني مؤقتة ستزول مع زوال الأسباب إن شاء الله. نعم، احنا راح نأتي إن شاء الله إلى الإصدارات الجميلة دكتور طارق، ولكن بداية كيف ترون تبادل الخبرات والثقافة والفن بين العالم الإسلامي والوطن العربي؟ والله أنا يعني ما أستطيع أن أفصل كثيرا ما بين العالم الإسلامي والعالم العربي، يعني واحد، يعني نحن ننطق في العربية والآخر ينطقون في اللغات مختلفة يعني، بس ولكن كلنا يجمعنا القرآن الكريم. يعني ما في يعني وأن تعددت اللغات ولكن المفاهيم واحدة والمبادئ واحدة، وإن كنا كعرب أكثر تلاحما باعتبار تجمعنا الهوية المشتركة، وهذا يعني أهم أعتقد من أهم قومية أخرى، لأنه إحنا تجمعنا اللغة وتجمعنا الدين والحضارة الواحدة والتراث الواحد، يعني كل هذه الأمور تجعل العروبة هي نبض حقيقي من التيار الإسلامي المتألق في العالم كله. يعني ما فينا نفصل نحن العروبة عن الإسلام والإسلام عن العروبة بهذا المنطق الذي يحاول البعض أن يعني يفصل بينه، بالعكس نحن يعني كلنا نعمل يعني لخدمة الإنسانية لخدمة البشرية بغض النظر عن اللغات وبغض النظر عن الجنسيات. جميل جميل، كلام جميل. دكتور طارق، يعني هناك دور كبير لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالتأكيد في تنظيم المعارض والإصدارات خاصة دكتور طارق، فكيف ترون دور وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
واختيار دولة الكويت كعاصمة للثقافة الإسلامية لعام 2016، وخاصة الإصدارات التي تقوم بإصدارها الوزارة وكذلك المعارض الذي تنظمها؟ بالنسبة طبعا لوزارة الأوقاف هي جزء من النشاط العام، يعني نحن شفنا ومناط إليها الدور طبعا الكبير. لها دور كبير طبعا ومهمتها أساسية ومستمرة، يعني لا تتوقف على مهرجان مؤقت أو مهرجان حالي، هي مهمة مستمرة يعني منذ نشأة الوزارة وإن شاء الله مستمر يعني إلى يعني ما شاء الله. نحن يعني وزارة الأوقاف هي عضو في اللجنة، وزير الأوقاف عضو في اللجنة المؤلفة للإشراف على أنشطة أو المهرجانات التي ستقام بمناسبة الكويت عاصمة للثقافة الإسلامية، والتي يرأسها طبعا سمو رئيس الوزراء ويشرف عليها طبعا من خلال وزير الإعلام، تضم عدد من الوزارات من ضمنها طبعا وزارة الأوقاف. وزارة الأوقاف طبعا لها وجه أساسي، يعني باعتبار هذا الأمر يعني كما ذكرت من مهمة الأساسية لها كإبراز الوجه الإسلامي الحضاري للأمة بشكل أكبر. طبعا وزارة الأوقاف عندها عدد من الوسائط والوسائل الكثيرة. الآن يعني هم سيتكلمون عن مؤتمرات إسلامية، مؤتمرات في الاقتصاد الإسلامي مطروح خلال هذا العام إن شاء الله، وكما شاهدنا يعني اهتمامهم في الإعلام في هذا المجال. عندهم كمان مجلة الوعي الإسلامي التي تبرز هذا الإطار. في طبعا أنشطة كثير حتى عن طريق المساجد، عن طريق المؤسسات. يمكن دكتور طارق احنا قاعدين نعرض بعض اللقطات من خلال هذا الفيديو عن أنا أقرأ، أهمية القراءة للأطفال خاصة دكتور طارق وكونك مختص في هذه الكتابات. طبعا هذه قضية الأساسية، أنا يعني قضية الأساسية هي تأمين وتوفير وجبات قرائية متكررة ويومية للأطفال، وأحرص في كل نشاط أعمل به على توفير هذه الأنشطة وأتشارك بهذه الأفكار مع بعض الجهات في البلاد، ومنها كونا، وكالة الأنباء الكويتية كونا، التي يعني أبرزت موضوع قراءة الأطفال رغم أنه هي يعني مجالها مجال إخباري وسياسي ويعني ودورة مختلف، ولكن اهتمت بإنشاء مجلة توزع على يعني جميع مدارس الكويت، يعني ما نستطيع أن نصل لأطفال الكويت وتوزع مجانا طبعا. وهي تعتبر يعني أنا اطلعت، يعني أنا دراستي الأساسية عن مجلة الأطفال الكويتية، يعني هي دراسة الدكتوراه كانت عن مجلة الأطفال الكويتية. من خلال دراستي أنا ما وجدت مجلة تركز على الجانب المحلي للطفل الكويتي. حاولت أنا بالتعاون طبعا، لأنه الفكرة هذه تحتاج إلى دعم كبير و يعني رؤية مستقبلية بعيدة المدى. المسؤولين في لجنة تطوير العمل في كونا تحدثوا معي عدة مرات وعملنا عدة اجتماعات وعرضت أنا بعض الأفكار إلى أن وافقوا على إصدار المجلة، وكان العدد الأول هو يعني كان هذا العدد الأول اللي صدر قبل حوالي سنتين، وأصدرنا الإصدار إصدارات متتالية، وأصبح الآن عندنا 6 أعداد، وعددنا الجديد عددنا السابع. هذه مجلة شهرية؟ مجلة تصدر فصلية. مجلة فصلية، ويعني خلال سنتين نحن أصدرنا 6 أعداد، والعدد القادم حيكون إن شاء الله على بداية فبراير، حيترافق مع الأعياد الوطنية والكويت عاصمة للثقافة. أتمنى الاستفادة الأكثر أنه يكون شهري ومن ثم أسبوعي إن شاء والله الله. والله هذا نحن نتمنى، ربما تكون رسالة من حضرتك ومني إلى المسؤولين في وكالة الأنباء الكويتية لكي تتحول هذه المجلة، لأن نحن وجدنا إقبال كبير. يعني تكلمت عن القراءة، سؤالك كان عن القراءة، أنه إحنا تفاجأنا حقيقة. الفكرة كانت أنه صدور عدد محدود من المجلة في البداية، ولكن تفاجأنا أنه في إقبال. يعني طيب دائما الناس تتحدث أنه الطفل الآن لا يقرأ أو مشغول في الآيباد ومشغول في الآيفون إلى آخره، والأجهزة الحديثة اللي احنا قاعدين نشاهدها. والألعاب
إلى آخره، ولكن نحن اكتشفنا بالتطبيق العملي أنه لا، هذا الكلام غير صحيح. وفر للطفل وجبات ثقافية مناسبة ملائمة. يعني أنا شفت بنفسي لما ذهبنا إلى مدارس كثيرة في الكويت على امتداد يعني كل المناطق في الكويت، يعني رحنا في طابور الصباح ووزعنا المجلة في طابور الصباح، نجد الأطفال يعني بدون مبالغة يقفوا. جميل هذه الرسومات دكتور اللي عليها، وكذلك المحتوى في هذه المجلة يمكن يشد أكثر وأكثر. أي طبعا طبعا، نحن نحرص على اختيار أفضل يعني ما نستطيع من رسامين حول العالم العربي. الله. يعني ونجمع، يعني أنا كثير من الناس بيقولوا إنه هذه المجلة تجمع كل يعني الرسامين في العالم العربي تقريبا، نحاول أن يعني نستفيد من أفضل ما يصلنا، ونحن يعني نضع بعض اللمسات المحلية. نعم. التي يعني تعطي المجلة نكهة كويتية 100%. ممتاز. دكتور طارق، الشريحة المستهدفة أو الأطفال هلا يعني نحن كنا نتمنى أنه يعني نركز على المرحلة الابتدائية، ولكن وجدنا أنه كمان مدارس الثانوية المتوسطة تطلبها، ونحن في مجلة أخرى للمدارس. أنا المجلة شدتني أنا، يمكن حتى للكبار هي مفيدة أكثر. والله هو أنا لما أصدرنا هذه كمان الكبار قالوا لي أنه وزعنا بعض الأشخاص، قالوا لي نحن استفدنا ربما أكثر من أطفالنا. صح. لأنه ليه؟ لأن صح. الإنسان اليوم يحتاج إلى مجلة البيروني، يحتاج إلى وجبات ثقافية خفيفة. يعني الآن لاحظ تويتر عدد قليل مختصر من الكلمات. نعم. يعني أنت في تحدي لإعطاء جملة واحدة تعطي أكثر بعد فكري أو أكثر المختصر المفيد. تعطي، لأن الناس الآن بيحتاجوا إلى الاختصارات. نعم. الأشياء المفيدة. لو جيت أنا في تجد أنت القصص في المجلة قصيرة جدا، يعني أحاول أن يعني أقدم لك مثلا في هذا العدد مثلا أبرزت أنا بعض الشخصيات طبعا التي كان لها بصمات بارزة في الكويت، باعتبار هذا العدد كان عدد وطني في فبراير الماضي، والآن إن شاء الله نحن العدد المقبل منتهي، ننتظر بس صدوره، وحيكون في بعض المفاجآت جديدة إن شاء الله. ما حنكشفها، حنشوفها مع العدد خلال الأسبوع. أنت حط نعم. لمحة بسيطة عن حياة المرحوم الشيخ جابر الأحمد وكذلك الشيخ سعد العبد الله. نعم. رحمة الله عليهم. فبالتأكيد يعني معطي لمحة عن يعني بسيطة وجميلة. نعم. هذه اللمحة هي المقصودة في التركيز والاختصار وعدم الإكثار. لأن الآن لو أنا بدي أعطي، أنا شو الهدف من الموضوع؟ هدفي أنه أعطي الطفل يقرأ. أنت ذكرت في السؤال موضوع القراءة. لو أنا أعطيته كل المعلومات هو ما حيقرأ. بمجرد ما أنه يشوف الموضوع كبير ممكن يقرأ العناوين، ممكن ما يقرأ. أنا بدي أعطيه شغلات يعني بسيطة جدا من خلالها ممكن يستفيد، وبنفس الوقت يقرأ، لأنه إذا أنا أعطيته كمية ضخمة من المعلومات لن يقرأها، لن يستفيد منها. لابد من أعطائه يعني إشارات براقة قصيرة، جمل قصيرة جدا مختصرة تذهب مباشرة إلى الهدف دون الإغراق بالتفاصيل، لأن الطفل ينسى التفاصيل، ما يهم التفاصيل. حتى الآن الكبير إذا أنت نحن بدنا نقعد نسرد عليه كثير من الأمور سينسى. نعم. نظرا لانهماكه في الحياة وكثرة الأعمال وكثرة المشاق إلى آخره، وبالإضافة أنه في منافسة. يعني أنت يعني لست وحدك في الطريق، في كثير من المنافسات والتحديات. يعني الطفل إذا أنت من الصفحة الأولى ما استطعت أنه تجذبه إلى الاطلاع سيتركك ويروح لأشياء أخرى، مثل يقلب في التلفزيون إذا مشهد ممكن البرنامج ممتاز، ولكن لو المشهد الأول لم يعجب الطفل مباشرة ريموت كنترول في إيده حيتحكم فيها وينتقل إلى محطة أخرى. نعم. يعني لابد من المشهد الأول نحن نستطيع أن نجذب الطفل. وأنا سمعت من إحدى الزميلات المتخصصات قالت لي، يعني مش لأنه أنا أشرف على هالمجلة، لأن هذه طبعا وراها مؤسسة كبيرة، هي مؤسسة كونا. قالت هذه الزميلة، قالت أنه يعني أنه حسافة مشكل طفل في الكويت يطلع على هذه المجلة. إحنا في البداية قررنا انه او قررت اللجنه المشرفه انه يكون العدد محدود. يعني عاده لما تصدر هيك مجله بفكروا مثلا 5000 10000
نسخة. نعم. احنا ما لنا مشكلة في اعطاء العدد المحدد، يعني في بعض الاشخاص يخجلوا او يعني يحجموا عن اعطاء العدد الصحيح. احنا بدأنا بالفكرة، انتقلنا الى بمجرد انه اللجنة المشرفة رأت المجلة قررت انه تصدر 20,000 نسخة، ما شاء الله اصدرنا 20,000 ما شاء الله خلال اسبوع، ما دل عنا ولا نسخة. قام اللجنة قالت نطبع 20,000 اخرى مباشرة، طبعاً 40,000 نسخة من العدد الأول، وكل عدد وكان مطبع. هناك إقبال كبير يعني العدد قبل ما يصدر الآن، يعني العدد قريب الصدور، ونحن نتلقى اتصالات يعني من مدارس ومن أطفال مترقبين يعني العدد القادم. وفي أحد، أنا أوجه تحية بالمناسبة لأحد الأطفال، اتصل علي من فترة وقال لي بطريقة طريفة جداً، قال لي أنت كونة؟ قلت له نعم. قال لي أنا أبي، يعني أبي كونة. أنت كونة؟ قلت له أنا كونة. قال لي بدي المجلة. قال لي هذه المجلة عجيبة وايد. قلت له والله أنا هيدي كلامك هذا يكفي، واعتبره يعني هو الجائزة الحقيقية اللي نسعى إليها. المهم نحن نسعى إلى تأمين وجبات قرائية صحيحة وسليمة، وما نكون في كثافة في الكلام. نعم. ما نضع كل شيء في المجلة، ما نضع كل ما ينفر الطفل. طب نوع الرسائل الذي تقدمونها في هذه المجلة دكتور؟ نعم. يعني هناك رسائل، أنا من خلال مشاهدتي للمجلة بصورة سريعة، هناك أشعار، هناك قصص صحية، هناك قصص منوعة في هذه المجلة. نوعية الرسائل التي تقدمونها فيها؟ طبعا هو الهدف الرئيس من إصدار هذه المجلة هو يعني تنمية الحس الصحفي، باعتبار أن نحن نصدر عن كونا ولدى الأطفال. ونحن شجعنا في البداية الأطفال وأخذنا بعض الكتابات، وعنا كمان رسومات نشرنا يعني في أعداد في داخل المجلة، رسومات للأطفال ممتاز. ومشاركات عديدة، وكنا يعني وعملنا مسابقة في العدد الأول والثاني، وكنا نوزع هدايا على الأطفال. طبعا هذا يعني يحدث أولا تنمية الرغبات القرائية اللي تحدثت عنها، وثانيا نكتشف المواهب الأدبية عند الأطفال، بالإضافة إلى يعني نشر المعلومات المبسطة البسيطة المناسبة، وإشاعة روح المرح والترفيه اللي نحن يعني نحرص عليها في المجلة. يعني تشوف كل، يعني أنت لما تشوف عنوان سباق إلى المدرسة مثلا، أو في بيتنا بقرة تبيض، طبعا هذه الفكرة. يعني أنا بعد ما أصدرنا العدد الأول كلهم صار يقولوا أين البقرة، أين يعني الأطفال اللي شفناهم، يعني بدي البقرة، يعني شفناها في أكثر التي تبيض، يعني صاروا يسألوا أنه كيف بيضة، كيف بقرة تبيض. وعلى فكرة هذه قصة يعني حقيقية، ولكن أنا صغتها في طريقة يعني لأحد الأطفال، لأن حدثت هذه قصة وحولتها إلى جميل. مشهد قصصي يعني جميل. في عدد الثاني نعم. حتجد نحن عالجنا بالقصة، الكرسي المتحرك لا يعني. نعم. عالجنا مع الكاتبة أمل الرندي موضوع الإعاقة. نعم. يعني جميل. وفي أعداد أخرى تعرض يعني دكتور يعني أنا قدرنا نشوف أن هناك رسائل جميلة تقدمونها في هذه المجلة. نعم. وجبات جميلة مثل ما تفضلت دكتور في هذه المجلة. احنا وصلنا معك لختام لقائنا الجميل هذا معك، كونك أنت مهتم وقصصي في كاتب قصصي في الأدب، أدب الطفل، وإحنا نتمنى لك التوفيق إن شاء الله. دكتور طارق البكري، كلمة أخيرة نبي نسمعها منك عن نشر الثقافة وتوجيه رسالة من دولة الكويت إلى العالم أجمع، كان يتزامن مع باعتبار الكويت عاصمة للثقافة الإسلامية العام 2016. يعني أولا أنا يعني بما أني يعني مقيم في الكويت من حوالي يعني حوالي ربع قرن، وأنا في الكويت وأعتبر يعني الكويت يعني قضيت فيها نصف عمري تقريبا. نعم. ولا أغادرها بسهولة. يعني أتمنى أنه تتفاعل كل المؤسسات الخاصة مع هذه الاحتفالية الكبيرة، لأنه المؤسسات الرسمية بطبيعة الحال. نعم. تتفاعل مع هذا النشاط الثقافي المحلي، أن تتفاعل كل المؤسسات الخاصة لدعم هذا النشاط
الثقافي على أكثر من صعيد، يعني كل واحد يبتكر يبتدع. يعني ليست المسألة مسألة دعاية، إنه كل المؤسسات تسعى إلى وضع دعاية معينة لتنشيط مجالها التجاري، ولكن نحن الآن في صدد أهم من أي عمل تجاري. يعني نحن في صدد نهوض فكري نحتاجه في العالم اليوم، لأننا تشبعنا من المشاهد المؤلمة التي نشاهدها كل يوم على شاشات التلفاز، ونحتاج إلى فعلا إلى نهضة ثقافية تعيد إحياء إن شاء الله هذا الأمل إن شاء الله المتأصل في نفوسنا. إن شاء الله يدنا بيدك دكتور، وكل من يقوم بدعم هذا الفكر والثقافة والأدب بدولة الكويت، وكون اعتبار دولة الكويت عاصمة للثقافة الإسلامية لعام 2016. كل الشكر لضيفنا الدكتور طارق أحمد البكري، كاتب قصصي للأطفال ومدير تحرير مجلة كونا للأطفال. شكرا لك دكتور. شكرا. نتابع معكم مشاهدينا الكرام، وما زلنا مستمرين في برنامج صباح العربي، نتابع معكم عن تقرير عن المرطبات الغازية قديما في الكويت مع الباحث في التراث الكويتي الأستاذ هاني العسعوسي. مشاهدة طيبة لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يعطيكم العافية أخواني. اليوم راح نتكلم عن المرطبات الغازية في السابق، ويا كثرها في السابق أكثر من الحين. والمرطبات هذه يمكن راح تستغربون عن أسامي الزجاجات القديمة وفي السابق والشركات اللي كانت موجودة. بداية راح نتطرق حق شيء اسمه الزيتون. شوفوا زيتون، مرطبات الكويت اسمه زيتون، يعني ما لقوا اسم إلا زيتون. المفروض زيتون مشتقات الزيت، يعني زيت أو شيء يخص السلطة مو مرطبات، لكن صاحب الشركة حب هالاسم وسمى زيتون، وهذا من أندر بطولة المرطبات عندنا في الكويت اللي يمتلكونها أصحاب المتاحف، وإخواني أصحاب المتاحف يشهدون في ذلك. هذا مرطبات الكويت اسمه زيتون. عندنا بعد من النوادر والشغلات الثانية اللي هي قبل الاستغلال، لو راح طالعون شوفوا هني علم الكويت ومكتوب ماء الكويت. ماء الكويت كان قبل في شركة نفط الكويت اللي هي أنتجت هذه الزجاجة، وطبعا زجاجة ماء، يعني الماء عندنا ما يصح قبل لا تطلع هالشركات هذه. شفتوا على أيام البيرق، بيرقنا بيرق منصور، ها هذا هو علم الكويت. وعندنا الكيتي كولا، وهذا الكيتي كولا له قصة، يعني هذه تابع شركة الصباح، نفس منتجات شركة الصباح طلعوا هالكيتي كولا. والكيتي كولا هذا طبعا ابو قطو، شوفون قطو اللي هو الكات، ها مشروب غازي. يقال انه كان في احد المرات جاي واحد من اهل الباديه ويبي يشتري له كيتي كولا وهو مطوع، وراح حق راعي البقاله قال له عطني مشروب ابو، مو عارف شنو اسمه، مشروب ابو قطو. قام الريال وياب له جريفن، زجاير جريفن، كونه أنه عليه صورة قطو، هم هو مشروب ما حدد له. فيوم ياب له هذا نطوع، قام تهاوش مع راعي البقالة وفلعه ودممه، وراحوا حق المقفر. ويوم راحوا هناك قال شو السالفة، قال أنا أطلب منه يعطيني مشروب أبو قطو يجيب لي زجاير. قال له شنو مشروب أبو قطو؟ قال له هذا اللي عندنا، وعندنا كيتي كولا اللي هو المشروب الغازي اللي هو هذا. فصار لبس على صاحب البقالة، ولذلك صاحب الشركة يوم سمع بالقصة هذه قطع الكيتي كولا، والحين صار من أندر المشروبات وأسعاره باهظة. حياكم الله مشاهدينا، وصلنا لثاني مساحة حوارية في حلقتنا لهذا اليوم،
مشاهدينا الكرام، اللغة العربية هي لغة القرآن الكريم بلا شك، ولا نستطيع إنكار ما تشغله من مكانة خاصة عند المسلمين، فقد جاء القرآن الكريم ليتوج هذه اللغة من حيث الفصاحة والإعجاز البلاغي، إضافة إلى أن أي مسلم لا يستطيع الاستغناء عن هذه اللغة في عبادته ومعاملاته. وتعد البلاغة من أساسيات اللغة العربية، فهي حسن البيان وقوة التأثير، وتعني أيضا الوصول إلى المعنى بكلام بليغ، كما تمثل اللغة العربية ثقافة وحضارة عربية وإسلامية عريقة. ونظرا للإقبال المتزايد على تعلم اللغة العربية من قبل غير الناطقين بها لدوافع متنوعة، إما أن تكون هذه الدوافع سياسية أو دبلوماسية واقتصادية ودينية وثقافية، وأحيانا تعليمية وسياحية وتواصلية وغيرها من الأسباب، يسعدني أن أرحب بضيفي الكريم الدكتور جابر حمدان محمد، رئيس قسم اللغة العربية للناطقين بغيرها في الجامعة العربية المفتوحة، ليحدثنا عن أهمية تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها. حياك الله دكتور جابر، ومنورنا بصباح العربي. حياكم الله، أسعد الله صباحكم بكل خير. بداية دكتور جابر، ودي أن تكلمنا عن تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها. لدينا في الجامعة طلبة غير عرب، نعم، ولا يتقنون العربية، صحيح، فكان لابد من إيجاد مادة بديلة. لدينا مقررات في اللغة العربية، نعم، فهذا الطالب ينبغي أن يدرس مقررات بديلة لهذه المقررات، فكانت هذه المقررات هي البديلة، نعم، EFL 111 EFL 112. وماذا عن الإقبال على تعلمها؟ كيف تلمس؟ الطلاب كثيرون يودون أن يأخذوا هذه المادة. أي. نعم. وهل هي صعبة بالنسبة لهم؟ ليست. لا أتوقع بهذه. لا ليست صعبة. أي. ماذا عن أهم الجنسيات التي تواجهها صعوبة في تعلم هذه اللغة؟ جنوب شرق آسيا هي من جنوب شرق آسيا هي أكثر الجنسيات التي تجد صعوبة في تعلم هذه اللغة العربية. يمكن لأن اللغة تكون بعيدة. بعيدة عن يعني بعيدة عنهم إن شاء الله. وماذا عن أكثر الجنسيات سرعة في تعلم هذه اللغة؟ ممكن أفغانستان، باكستان، كونهم الإسلام هو يعني الدول الإسلامية هي التي أكثر يعني يجدون سهولة في الأمر. خلينا نتحدث بشكل أوسع عن مستويات تعليم اللغة العربية، أكيد لها مستويات مختلفة. نعم. فنتحدث عن لدينا في الجامعة مستويان. المستوى الأول نعلمه أوليات حول الأحرف وتركيب الجملة وما إلى هنالك، وفي المقرر الثاني نعلمه قصص قصيرة وما إلى هنالك، وربط وبعض المعلومات القواعد، بعض معلومات النحو في اللغة العربية. كم تأخذ الفترة؟ لا، فصل كورس دراسي، كورس فصل دراسي أول، فصل دراسي ثاني، فصلين دراسي تقريبا ثلاث شهور تقريبا، ويطلع من بعدها الطالب يجيد اللغة العربية. مش يجيدها، ولكن يعني لديه أوليات اللغة العربية، يفك الخط يستطيع الكتابة والقراءة. نتكلم أكثر عن البلاغة في اللغة العربية وما العوامل التي ساهمت في إنشائها. البلاغة مصدر للفعل بلغة، أي وصل وانتهى. نعم. فلما بلغنا أجلهن، يعني وصلنا، بلغني أنك قلت عني كذا مثلا، صحيح، أي وصلني. هذا في اللغة. نعم. البلاغة لغة الانتهاء والوصول، هذا المعنى، بلغ إلى مراده وصل إليه. نعم. في الاصطلاح، نعم، البلاغة هي الوصول إلى قلب المتلقي أو المتكلم والتأثير فيه. نعم. فتعرفها، عرفها الخطيب القزويني، مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته. فالكلام للكلام مهمتان. نعم. مهم الفهم والإفهام. نعم. ثاني التأثير والإقناع. حضرت إلى هنا في الساعة العاشرة، صحيح، هذا يقصد منه الفهم والإفهام. ولكن عندما نقرأ أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، فهذا يقصد التأثير والإقناع. التأثير، وهذه مهمة البلاغة. وما أهمية البلاغة؟ البلاغة مهمة من أجل التأثير. أي. لمن أراد أن يكون لحديثه تأثر، يعني أكيد طبعا تأثير. سياسيا، اجتماعيا، دينيا، لابد من أن يتسلح بالبلاغة. صحيح. من يعني يتصدر للأمور السياسية والاجتماعية والدينية لابد من أن يأخذ نصيبا من هذه البلاغة. صحيح. لغتنا العربية لغة جميلة دكتور جابر، برأيك لماذا يعزف شبابنا عن دراسة اللغة العربية ودراسة البلاغة بالتحديد؟ المشكلة هي المجتمع. نبي نتبحر في نعم نعم.
المجتمع يميل نحو اللغة الإنجليزية، حتى الأهل يفرحون إذا تكلم ابنهم في اللغة الإنجليزية، ونراهم يضعون المدرسين في اللغة ويهتمون كثيرا في اللغة الإنجليزية. فيجب أن يصفها البعض بأنها لغة العصر. هي لغة العصر. نعم. بس لن نفهم اللغة الجديدة ما لم نفهم لغتنا الأم. نعم. هي لغتنا الأم. نعم. الذي لا يتمكن من اللغة الأم لا يستطيع أن يفهم لغة أخرى. يمكن المخرج حاط لنا فيديو إذا تعلق لنا عليه. مفادها أن اللغة العربية هي لغة الضاد و... نعم. حتى أغلب العرب الذين دخلوا في الإسلام مجرد سماعهم للقرآن دخلوا بدون لا بالسيف ولا بدون دعوة، مجرد أن يسمعوا آية من القرآن كانوا يدخلون في الإسلام. نعم. ببلاغته، حتى نحن القرآن معجزة بلاغية. صحيح. معجزة بلاغية. هم العرب كانوا متميزين بالشعر. صحيح. فجاء من نفس هم في اللغة قويين، فجاء التحدي من نفس ما هم يعني متمكنون به، فكان معجزة بلاغية لم يستطيعوا أن يواجهوها وأذعنوا لها. وكثير من المشركين يعني دخلوا الإسلام وأسلموا وأيقنوا، حتى المشركين الذين لم يؤمنوا كانوا يوقنوا إن له لطلاوة وإن عليه لحلاوة، هذا كبير المشركين يقول ذلك. صحيح. هذه العرب القدماء، ماذا عن الشباب حاليا؟ يمكن ما جاوبني على سؤالي، لم يعني نلاحظ عزوف على تعلم اللغة العربية. يعني هي من يجهل شيء يعاديه، وهناك يعني كأنه في المدارس من يجهل شيء يعاديه. إذا أنت لدينا جهل في القواعد. لا، في القواعد. في قواعدها. هناك نظرة عامة أن القواعد هذه صعبة، وأن القواعد هذه يعني وفي المدارس ليس عليها درجة كبيرة. وهي كذلك يعني هي صعبة. لا ليست هي صعبة. ليست صعبة لو أخذناها من بدايتها يعني. نعم. على أصولها يعني وبتسلسل لن تكون صعبة بإذن الله. المشكلة أننا يعني نعود الطلاب، حتى بعض المدرسين يشاركون في ذلك للأسف. يعني أنا من المدرسين، بعض المدرسين إنه هذا النحو لن تفهمه وليس عليك. صحيح. فيغلقون الأبواب قبل يعني أن يلجها الشخص. لا تغلق الباب، خلي الشخص يدخل. صحيح. لا تصعب الأمور على. نحن أصلاً في هذا الزمن الذي نمر فيه الأمم العربية حاجة لزرع الأمل أكثر. فعلاً. نحن بحاجة لمن يزرع الأمل. صحيح. في هذا الزمن الصعب، الزمن اليأس الذي أوصلونا إليه، إلى حيط مغلق، إلى يعني حائط مغلق، يجب أن نزرع الأمل وأن نفتح بوابات. وهذه اللغة لغة عظيمة، من أعظم اللغات، لغة أنزلها اختارها الله لغة لأعظم كتاب. صحيح. أنزل إلى البشرية. صحيح. الله. صحيح. سبحانه وتعالى نظر إلى اللغات ووجد أن العربية أنزل أعظم كتاب باللغة العربية. صحيح. دكتور جابر، برأيك كيف نحبب ونعيد الأجيال المستقبلية للغة العربية؟ الابتعاد عن التقعر والإتيان بنصوص قريبة يعني معاصرة، أن ندخل التقنيات، نحاول يعني قدر المستطاع أن نبسط هذه اللغة العربية. هذا الحياة المعقدة والجيل الجديد، كيف لنا أن نبسطها؟ في طريقة العرض. طريقة العرض. في طريقة العرض، لا نبتعد عن الطريق الجامدة، عن طريق الحوار أو عن طريق كذا، يعني أن يكون الطالب هو الذي يتحرك، مو يعني عن طريق الإلقاء، أن المدرس هو المحور، هو يعطي المحاضرة ويقرأ، لا. طب كونك دكتور في الجامعة العربية المفتوحة، هل تمارسون هذا الدور؟ نعم، بكل تأكيد. شلون تعطينا فكرة؟ وزملائي كذلك كلهم أفضل مني يعني. يعني نحن نحاول تبسيط إلى قدر المستطاع يعني. كيف يكون ذلك؟ من خلال الشرح والعرض. نحن نقول في البداية أنتم أتيتم بفكرة أن هذا قد أغلقتم أدمغتكم وأن هذا النحو لن نفهمه، وأن نحاول ونقول لهم الحكم بعد الجلسة. صحيح. دعونا نبحر فيه أفكروا، ما في شيء. صحيح. مستحيل. صحيح. حاول وستجد إن شاء الله. فبعد المحاضرة يجب والله فعلا أن هذا الأمر ممكن يعني وليس مستحيل. فيبدأون يعني. أما الذي أغلق نهائيا هذا لا حول ولا قوة، ماذا نفعل به يعني؟ الذي لا يريد يعني، من السهل أن تأخذ الحصان إلى النهر مثلا، ولكن من الصعب أن تجبره على الشرب. صحيح. صحيح. باعتبار التمكن في اللغة العربية من آلات الأدب، كيف ترى واقع اللغة العربية اليوم؟ والله لا نريد، سؤال خطير، لا نريد أن نتشائم يعني. لا بد فيها، الأمة هذه أمة خير إن شاء الله. صحيح. يعني موجود بعض، ولكن بشكل عام الوضع غير يعني، لا يسعد يعني. نعم، نحن بحاجة إلى أهمية أكثر وأعطاء أهمية أكثر. طيب كلمنا عن تطور الثقافة لأهميتها في تعزيز الانتماء الوطني وتعزيز أيضا القيم والعادات والتقاليد والموروث الطيب. مما لا يعني لا شك فيه، ومن حسن الطالع يعني، أن يكون لقاؤنا اليوم في مناسبة يعني افتتاح فعاليات الكويت، اختيار الكويت عاصمة الثقافة الإسلامية، وهي تستحق ذلك بجدارة.
الحمد لله. لا أجامل وأنا أقول بجدارة، لأن الشواهد ماثلة أمام المساجد والمنارات، لا يكاد يمر يوم أو أسبوع إلا في محاضرة وفي ندوة وهي حركة دائمة، منارة للعلم، منارة صحيح. للعلم لا تجد في كل يعني دائما الكويت كلمة حق أقولها يعني نعم. ليس يعني بلد تصنع الثقافة، بلد تصنع الثقافة نعم. وكان لي عتب على التسويق والانتشار صحيح. مثلا مجلة العربي ونحن في حضرة قناة العربي نعم. يقرأها العالم العربي صحيح. أكثر من أهل البلد ربما صحيح. يعني وهناك مجلات كثيرة منتشرة في العالم العربي، فهي تنشر الثقافة وتستضيف أكبر الناس الذين يعني في الأسبوع الماضي مثلا كنا في حوالي بار، كان مؤسسة الإبداع الأسري، أنا لا أسوق لها لا لأنني حضرت هذا المؤتمر نعم. مؤتمر ممتاز يعني فعلا، في فعاليات كثيرة ثقافية أيضا، سقف الحرية في الكويت نعم. والديمقراطية أيضا ساهم في نشر هذه الثقافة أكيد. الحرية متوفرة والديمقراطية تكاد تكون الرائدة، الدولة الكويتية الدولة العربية الرائدة في هذا المجال نعم. أيضا هذا الاختيار أيضا يضع على عاتقنا مسؤولية أكيد. كبيرة لإبراز الوجه الحضاري للثقافة أكيد أكيد الإسلامية أكيد أكيد، هذا يعني يضع على عاتقكم وعاتقنا جميعا كوننا نحن جزء نعم. من هذا من تكوين هذا البلد على عاتقنا، يعني مهمة كبيرة ومهمة ضرورية نعم. أن نقدم الصورة الأمثل خاصة في هذا الزمن الصعب صحيح. الذي بتنا يعني وصمونا بالإرهاب وما إلى هنالك نعم. فينبغي أن يعني نظهر الجانب الآخر، ونحن فعلا في الجانب الآخر نحن صحيح. ضد الإرهاب صحيح صحيح. والأمير أطال الله في عمره أمير الإنسانية نعم نعم، وهو يعني والخير والكويت خيرها يعم كل البلاد يعني معروف نعم. إيه نعم، حديث لا يمل حقيقة، ولكن الوقت للأسف أدركنا دكتور. فباسمكم أعزائي المشاهدين أشكر الضيف الدكتور جابر حمدان محمد، رئيس قسم اللغة العربية للناطقين بغيرها في الجامعة العربية المفتوحة. مستمرين معاكم ونتابع معاكم أعزائي المشاهدين تقرير عن الأحياء الكويتية القديمة باللغة أو باللهجة الكويتية مثل ما نسميها الفرجان، وسبب تسميتها في الكويت، وكيف قسمت إلى أحياء رئيسية تتفرع منها الأحياء الصغيرة، وسميت هذه الأحياء القديمة بأسماء معروفة يعرفها من سكن الكويت قديما. متابعة طيبة أتمناها لكم. كان المجتمع الكويتي قبل ظهور النفط مجتمعا بسيطا محافظا، وكان للشريعة الإسلامية أثر كبير في تشكيل نمط حياة الإنسان فيه، وكانت لبنة المجتمع الأساسية هي الأسرة، وبعدها يأتي الفريج أو الحي وأزقته ضيقة تقودك إلى البراحة كما كان البعض يسميها. ولقد كانت الحياة خارج المنزل تدب في هذه البراحة طوال اليوم، نظراً لأن البراحة كانت تجمع الرجال والأطفال وكبار السن وحتى النساء، كل في موقعه من هذه الساحة، فهي المتنفس الطبيعي للفريج، وفيها يعرف الغريب وعابر السبيل والضيف كذلك. كما أن البراحة كانت السوق الصغير للفريج بدكاكينه البسيطة وبائعيه المتجولين أو الجالسين على الأرض في ركن أو عابر من البراحة، وهي أيضاً ملعب الأطفال ومصدر خيراتهم الأساسية وملتقى الجميع. فالفريج الكويتي من أهم خصائص المجتمع الكويتي القديم وأحد عوامل تكاتفه واستقراره. هكذا تبدو مدينة الكويت القديمة من الجو، بيوت وأزقة وشوارع غير مستقيمة ومآذن الفريج تطل على ما حولها من منازل، وعلى طول الساحل تنتشر النقعة
وحولها المنازل والعمارات تطل عليها، ولقد أخذت هذه الصورة في وقت بدأ فيه نشاط الكويتي البحري يضمحل، فالنقعة تبدو خالية من السفن عدا القليل جدا منها، كما خلت من سفن الغوص لأنها من نقع الحي القبلي في المدينة، حيث مارس رجال حرفة السفر البحري أكثر من الغوص على اللؤلؤ. صورة صادقة للفريج الكويتي القديم بأزقته وشوارعه المتعرجة ومسجده المتواضع بمأذنته التي تطل على السكة بخشوع. وفي اليمين يظهر قوس يحمل السقف أو الغرفة أو الممر المعلق فوق أحد السكيك، والذي يبنى لكي يربط بين منزلين متقابلين ويسمح للمارة بالمرور من تحته. السكيك التي تفصل مجموعة من البيوت عن الأخرى لها فائدة لسكان الفريج حين تشتد الحرارة في فصل الصيف، فحين تشرق الشمس وحين تغرب لابد أن تترك ظلاً على أحد جانب السكة، وهذا ما يتيح للمارة استغلال هذا الظل في تنقلهم في رحاب الفريج، كما يظهر في هذه الصورة أحد الفرجان في الكويت. لاحظ المشاة في هذه الصورة في جانب واحد من الطريق. تطل معظم الفرجان في الكويت على براحة، تكون ملتقى الناس والمكان الذي يمكن فيه التعرف على أنشطتهم المختلفة، وهذه لوحة حية تمثل البراحة كما رسمها الفنان الكويتي أيوب حسين الأيوب، مجموعة من الدكاكين المتواضعة وحمال يحمل كيسا من الأرز أو السكر أو الطحين مسرعا في طريقه إلى أحد المنازل، ورجل جالس بالقرب من العابر وبجانبه أحد أطفال الفريج وأحد النساء تشتري بعض الحاجيات من أحد الدكاكين. من المناظر المألوفة في الفريج الكويتي القديم رؤية مجموعة من رجال الحي ومن كبار السن مجتمعين في براحة الفريج أو عند العابر يتحدثون فيما بينهم أو يصلحون شبابيك الصيد أو يلعبون الدامة كما في الصورة، وقد يشتد الحماس بين اللاعبين المتكافئين فيجتمع حولهم العديد من سكان الفريج وهم يراقبون اللعب بفضول شديد. حين تبدأ الشمس في الغروب يتأهب أولاد الفريج لعودة شاوي الفريج الذي أخذ العنزات للرعي خارج سور المدينة، فحين يلمحون الغبار المتصاعد عن بعد يركضون باتجاهه، كل يحاول التعرف على عنزته ويمسك بها من إحدى أذنيها ويجرها تجاه المنزل، غير أن الكثير من الأغنام هذه لا تحتاج إلى مساعدة للتعرف على مسكنها، بل تتجه إليه تلقائياً دون ما حاجة إلى مساعدة من أحد. لعلها من المناظر السارة للنفس أن يرى شاوي الفريج يدخل بأغنامه من بوابة السور في الكويت القديمة. وصلنا معاكم لطبعا قفال برنامجنا اليوم مشاهدينا الكرام، نتمنى ان تكونون استمتعتوا معنا، ولكن احنا حبينا نذكر ان هناك الكثير والكثير ان شاء الله من الفعاليات والانشطه والمهرجانات اللي تتزامن اليوم ان شاء الله راح تبتدي في دوله الكويت، وهناك الكثير من المهرجانات ان شاء الله راح تبتدي منها مهرجان القرين الثقافي. طبعا نتمنى لهم كل التوفيق يا ربي، ومثل ما قلت احمد وصلنا معاكم الى نهايه حلقتنا لهذا اليوم، على امل اللقاء بكم ان شاء الله قدم باذن الله. مع السلامه. ان شاء الله، ونقول لكم احنا بكذي نترككم في رعايه الله، وبالتاكيد مستمر معاكم برنامج صباح العربي بالمجلات الثقافيه اللي راح تستمتعون فيها ان شاء الله. مع السلامه.